جولة على المشهد السياسي مع زميلة ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير سمر. شو عنا اليوم يعني بين أزمة الكهرباء وبين استكمال العمل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل؟ بطبيعة الحال سمر يعني لما ساعة سياسية في كل الأطر في الداخل اللبناني، مثل ما قلت يعني مثل هيك دولة على الله تحاول معالجة الأمور في اللحظات الأخيرة، وبالتالي يعني من أزمة التيار الوطني الحر إلى أزمة التيار الكهربائي، هذه هي الأزمات الداخلية اللي عم نحاول معالجتها بالفترة الحالية. كل الجهود تتركز حاليا بعدها على احتواء التصعيد، خاصة في ظل الحديث عن مصادر أو عن معلومات بعد خطر قائم من احتمال شن العدو الإسرائيلي حرب على لبنان. غير ذلك يعني هي حركة اتصالات لأكثر ولا أقل. تفضلي. شكرا. تستمر الاتصالات السياسية والاجتماعات الدبلوماسية الحكومية بعيدا من الأضواء مع تكثيف الاتصالات بين الأمس واليوم لاحتواء التصعيد ومعالجة أزمة الكهرباء شديدة الخطورة في الظرف الحالي. فبعد التواصل مع رئيس الوزراء البريطاني، استكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته الخارجية وتحديدا مع الجزائر، وذلك في مسعى لتأمين الفيول، على أن يستأنف رئيس الحكومة تواصله الخارجي بعيدا عن الأضواء. وبحسب المعلومات فإن لبنان لا يزال في دائرة الخطر الضيقة، ولا ضمانات خارجية أو دبلوماسية تردع العدو الإسرائيلي عن استهداف لبنان، وعليه كل الحراك يدور في فلك لجم العدو ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. النائب حسن فضل الله أكد أن قرارات المقاومة لا تؤخذ نتيجة حماس أو انفعال أو تسرع، وعندما تلتزم في الرد على عدوان كما في التزامها بالرد على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، فدافعها هو إيجاد معادلة ردع وحماية وعقاب للعدو. واجه مشروعا كبيرا، عندما نهزم المشروع الكبير فإن ذلك يترك الصغار في خيبتهم وحسرتهم. في لبنان الدولة من خلال رئيس المجلس النيابي أو الحكومة تعبر عن الموقف الرسمي، وهي تتولى التفاوض. أن هناك في لبنان من يرتضي لنفسه أن يكون أداة ضغط خارجية على الحكومة، تستخدم بعض الأدوات الداخلية البسيطة التي تأثيرها مجرد إعلامي من أجل الضغط على الحكومة كي تأخذ موقفا بخلاف الموقف الذي أخذ. خلال ترأسه قداس الأحد في الديمان، عبر البطريرك الراعي البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي عن معاناة أبناء الجنوب وأوضاعهم الكارثية بعد مرور 11 شهرا على حرب غيرت مجرى حياتهم إلى الأسوأ وتقتل أبسط حقوقهم وأمالهم بأن يعيشوا بسلام وأمان، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في خضم المآسي وفي زمن المفاوضات. في خضم ما يعيش لبنان من مآسى وفي هذا الوقت الذي تجري فيه محادثات بشأن مستقبل لبنان والمنطقة، تبقى الحاجة الملحة إلى انتخاب رئيس للجمهورية لكي يقود المحادثات الجارية ولكي تستقيم المؤسسات الدستورية. وعبثا يحاولون إقناعنا بأن الدولة اللبنانية تسير من دون رئيس لها، فيما الواقع المر إنما هو انحلال الدولة وتفكيك أوصالها. وعلى خط سجال العوني، رأى القيادي السابق في التيار الوطني الحر نعيم عون ومن برنامج الحدث أن التيار منفصم ونظامه هجين، متسائلا عن جدوى شعار الالتزام في هذه الحال، وشبه نهج جبران باسيل داخل التيار بنهج النظام السوري. إذا لازم اعتذر من سوريا أو لا؟ شو؟ النظام السوري يمكن أنا بيني وبين حالي عم بقول إنه هالأساليب اللي استعملت بشطب العالم بتخوينهم باتهامهم بوضعهم بالسجون باختراع العمل، بتعرفي كل الاتهامات، التيار يلي تعرض لكلها وصار عم يستعمله هو ذاته، فرق انه ليك الامكانيات انه ما فيش امكانية قتل، بس بمعنى قتل الروح او قتل اذا بدك الاعتداء على الانسان، على انه لما بيجي واحد بيقول لك عميل وخاين ومدري شو، انه شو يعني
انه هو بس ما عنده قدره يصفيني او ما يحطني بالحبس. ومع هذا الخبر ناتي لختام الجوله على المشهد السياسي. سمر، شكرا لك يا ريف.